هل من أفق باعتقادك لتقارب مواقف الأطراف التي وقعت على الاتفاق النووي مع طهران مع الولايات المتحدة الآن وهي الماضية في سيناريوهات ما بعد الانسحاب؟ نعم، مساء الخير لكم للسيدات والسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. ليس من المتوقع أن تحقق مجموعة 20 من حيث كونها منتدى للنقاش، يعني فقط منصة للنقاش، أي تقدم فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، لأن هناك الكثير من الأطراف التي ستكون حاضرة في القمة والتي ليس لها شأن مباشر بهذا الاتفاق النووي أو حتى في بموضوع التوتر مع إيران. ربما هناك دعوات إلى خفض التصعيد ستأتي من هنا وهناك من معظم الدول بصراحة المشاركة في القمة، ولكن من حيث المبدأ، الولايات المتحدة الأمريكية الآن تجد نفسها أمام خيارات، لا أعتقد هي خيارات كثيرة، لقد وضعت أو تحاول أن تضع إيران في الزاوية، ولكن إلى أي حد يمكنها فعل ذلك؟ النظام الإيراني تم حصاره بالعقوبات لفترة طويلة، الانفتاح على العالم مضى عليه بضع سنوات وبدأ يحس بالنتائج الإيجابية التي يمكن أن تحقق له نوعا من التوازن في العالم على المستوى الاقتصادي. الآن الولايات المتحدة أمام خيارات محدودة كما قلت. ما الذي يمكن فعله أكثر مع إيران؟ هل فرض حصار اقتصادي أكثر شدة مما كان سابقا؟ لأن إيران لنتذكر أنها تعرف الحصار الاقتصادي. الحصول على المزيد من الداعمين لفرض السياسة المتشددة، لا يوجد المزيد من الداعمين، يوجد مجموعة دولية لا تزال تعلن أن الاتفاق النووي سواء نجح أم لم ينجح، الاتفاق النووي هو كان أفضل ما يمكن، لا بديل آخر. وهذه نقطة مهمة جدا. ماذا يعني لا بديل آخر؟ البديل هو الذهاب إلى مواجهة يمكن أن تقود حقا إلى صدام عسكري. المسألة ليست فقط تصريحات في الهواء، لنتذكر أن الطريقة الوحيدة التي وجدها مناوئو إيران ولا سيما دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما تل أبيب، وجدت أنها سوف تذهب إلى ضرب أهداف إيرانية، سوف تذهب إلى بغارات جوية وتضرب المفاعلات النووية. وما الذي يمكن أن تفعله إيران في هذه الحالة؟ طيب، الأمور طبعا ستكون مفتوحة. طيب، إذن الذهاب إلى هذا، عفوا بس سريعا وباختصار هذه النقطة سريعا، عفوا، نعم، يعني إيران لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام سحب اتفاق نووي قدمت فيه تنازلات وارتضت فيه طبعا تنازلات معينة مقابل انفتاحها على العالم، والآن يتم حصارها ووضعها في الزاوية والقول لها عليك أن تنسي ما سبق ولنبدأ التفاوض من الصفر، مع العلم أن هناك دول هي المجموعة الأوروبية، الصين، روسيا، لا تزال تأخذ موقف مخالف للموقف الأمريكي.